الو، مرحبا نوال، كيفك؟ انا احسن من هيك ما في. شو بدي اقول لك نوال، عرفتي انه علاء بده يتجوز ميساء يوم الخميس؟ لو كان انت كنت رحت، بس هيك لا والله ماني رايحه وما دخلني. ليش ما قلتوا لي انه علاء بده يتجوز؟ والله انا كنت اقول لك، بس سألي نادر انه انتم كبار وبتعرفوا تتصرفوا. يعني علاء ما بده يعني عارف؟ ما بعرف. المهم شوفي. الو. لا لا، مو غلطان، موبايله لنادر، بس هو نسيانه هون. بتحب ترتك له خبر؟ مثل ما بتريد. زبونه لنادر. نوال عرفت انه عمو علاء بده يتجوز. بتكون عمتي عفاف قالت له، رحت اليوم وديت لها البطاقة انا. طيب شو بدنا نعمل؟ ايش يعني حتى يكون لازم نعمل شيء؟ ما بعرف. امي قالت شيء؟ لا بس قالت ليش ما قلنا لها؟ لك اصطفلي يا. أنا داخلي من القصة، عن جد داخلي. إيه؟ امشي امشي امشي، روح نطمن على منصور. خاف شوف دلال ما بتصير. لك امشي أنا معك، لا تخافي، تعي. مين؟ 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 نادر؟ مين بده يكون يا ابو سهلة؟ طيب ليش عم أهلين؟ مرحبا. أهلين لوليا، كيفك؟ تمام. شو أخبارك؟ تمام؟ تفضلوا تفضلوا، والله أنا كثير انبسطت إنه جيتوا مع بعض يعني، وإن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. حزير مين عندي بالبيت؟ مين في؟ رشا موجودة هون. عن جد رشا هون؟ إيه، مشان هلا تتعرفوا عليها. فوتوا فوتوا، بتنبسط كثير. أهلا وسهلا، والله كثير انبسطت أنا إنكم جيتوا. رشا مرحبا. يوليا ولوليا طبعا حكيت لك عنها كثير. وهي نادر. مرحبا نادر، يعني بتعرفي انت اعز اكثر من اخي يعني. انا من زمان حابه اني اتعرف عليك، حابه اعرف مين هذا اغلى الناس على قلب منصور. منصور حكى لي عنكم كثير، وقال لي انه لولاكم ما كان لقاني. حكى لي كمان انكم تصالحتوا او لقيتوا بعض، فرحت كثير انا وياه.
اصبر ليش واقفين؟ لا واقفين هيك عم نحكي مع بعض من رجلون. طب اقعدوا اقعدوا. اهلا وسهلا. عادي 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 لك عود شبعك مستحيل. عود عود. طب خلاص يلا انت ساوي روح. يلا ساوي انت. اهلا وسهلا. هلو ليا وهي رشا. فارس معلش تقعد دقيقة بدي احكي معك. تحكي معي إلي؟ ايه. وما بيلحقوا هدول كلمتين على الواقي؟ انا استأجرت بيت ورح اطلع بكره. استاجرتي بيت؟ ورح تطلعي بكره؟ وما تنازلتي حتى انك تقولي لي؟ هيكني عم خبرك. انا من زمان قلت لك خلينا ننتقل. وانا ما قبلت. انا رح اطلع. بدك تطلع اطلع بس لحالك. ما فريد. ما بسمح. طب خليني كمل بالقبر. ما بسمح لك تاخذيه لفريد. خليني كمل. ما في داعي تكملي. أنا رح أطلع وأنت مو من حقك ما تعطيني فريد. مو من حقك أبدا. أنا بس كنت بدي أقلك إنه بتمنى إنك تطلع معي. خلينا نبدأ من أول وجديد، ننسى كل هالجفا اللي صار بيناتنا على القليلة من شان ابننا. أنا ما بعرف إذا فينا نرجع الحب اللي كان. ما بعرف إذا كل هالجروح اللي صارت بيننا ممكن تطيب. أنا ما بعرف شي، بس اللي بعرفه أنا مستعدة أحاول. مستعدة. أنت ما رح تحاولي لأنه إذا بتذكري في مو هون، مو بهذا البيت، مو هون. لأنك عنيدة. لا مو صح، مو صح. حتى لو كنت عنيدة أنا من حقي مرة واحدة بحياتي بس أقول لا. مشان هيك أنا رح أترك هذا البيت. لا تقول شي هلأ، لا تاخذ أي قرار قبل ما تفكر. خليك كم يوم مشان تشوف إذا بدك ياني ولا لا، إذا لسه بعني لك شي ولا. إذا بتقرر إنه ما بدك ياني تقدر تجي تشوف ابنك امتى ما بدك. انت ليش مصرة تكسري لي راسي؟ والله مو هيك، والله القصة مو هيك. انت مالك علاقة، هذا الشيء بيخصني الي. انا ما بدي اكره، ما بدي. انا ما بدي ابني كل الوقت يشوفني لئيمة وحقودة. كل مرة بحاول دافع فيه عن حالي وبعمل حالي ماني سمعانة، بحس بالكره والحقد. أنا ما بدي أتمنى حدا يموت مشان تتحسن حياتي، ما بدي. حرام، الله رح يعاقبني. بس مو بإيدي، مو بإيدي. أنا ما بدي أكره حدا، ما بدي. هذا مو سبب، فهمني، هذا مو سبب. أي اسمها فزلكي؟ مش كنت خايفة تقول هالكلمة. ليك أكلتها. في حدا هانا لرشا؟ منصور بده ينتقم لها وهي خايفة عليه. طيب أنت كنت عملت نفس الشيء مو هيك؟ أنا؟ انت شو رأيك؟ طبعا اكيد.
الو، ايه اسعد؟ خد احكي. اسعد، هو جنبك شيء؟ لا ما في حدا. طيب شو صار معك؟ جاب لي شوي وقلت له مثل ما قلت. شو قال؟ قال خليها تتصل واعطاني رقم. وما قال لك ليش يعني انه تخليها هي تتصل؟ هو ما قال تتصل، قال غير شيء. اسعد احكي خلصني، شو قال؟ قال هلا هي خليها تركض وراي. طيب ماشي، هات تعطيني الرقم. طيب شوي بس. ايه بس عم جيب ورقة بس مش عارف الرقم. قديش؟ قل لي. ايه استنى شوي، استنى. خمسة. ايه لا الله معك، الله معك. شو قال لك؟ ما قال شيء. احكي شو قال؟ خدي احكي معه. اتصلي فيه خليه يجي. يلا احكي. خليجي عرفتني؟ ولو، وهل يخفى القمر؟ شو أخبارك؟ مشتاق لك موت. والله مو مبين. يي كيف مو مبين؟ كأنك ما عاد تسألت. بالعلامة رقمي معك. ورقمي معك. شو؟ زعلتي؟ شوي. وينك انت هلا؟ بالضيعة؟ لا. نزلتي عالشام؟ ايه قولي لي وينك لكان؟ ما بتستاهل. شو؟ بدينا نتدلل. ما بيطلع لك. لا بيطلع لك بس مو كتير لاني بعصب. ها؟ اها. وعصبت ولا لسه؟ يعني ها راح عصب. لا تخوفني. لكن قولي لي امتى وين؟ شو رأيك؟ احكي. تجي انت؟ شو بنا؟ مو لتقولي لي وين بالاول؟ لهون عالبيت. انتي لحالك؟ مؤقتا. ايمتى بتحبي؟ ايمتى ما بدك. كنت اجيت هلا بس عندي سفرة صغيرة، بكرة المسا بجي. ايه لا، معناتها هيك ما خليت لي ولا حجة لحتى ازعل. سجل العنوان. عرفت الحارة وعرفت الشارع، لا تخافي. تاني بناية أول طابع على اليمين، شو جبلك معي؟ سلامتك. مع السلامة. جاي بكره المساء. هذا الحمض ميساء؟ ايه. شو مش تاركين الباب مفتوح؟ ليه انا نسيته هلا بسكره؟ لا خليكي، انا بس جاي مشان ودعكم. لوين؟ استأجرت غرفة وطالعة اسكن لحالي. لحالك؟ فارس ما قبل. يا خسارة. وما بصير غير اليوم؟ والله بالصدفة، صاحب البيت ما بده ينزل مرتين عالشام، فأنا جاي مشان اعتذر منك.
معقولة يا سمار؟ كتب كتاب؟ يلا مبروك. يخلص شبك أماني مهاجرة، بتجي بتزوروني أكيد ها؟ ديري بالك على حالك. إيه أكيد. يلا خاطركم. شو بدي بين روح انا؟ لا ما راح عزبتني. يا ريت رجال. رجال؟ وين الرجال؟ دخيل الله. لا هذا شافتني فيه. لك بدي روح نكايا فيه بدي روح. ان شاء الله ما يبلغ لا تاخذي العقل. ميرسي حبيبي تطول قلبي. يلا لوليا ما خلصتي؟ شو بده يصير اليوم المساء؟ شو بعرفني؟ طيب شو ممكن يصير؟ منصور شكله مهايس. طيب نحن ما بنقدر نعمل شيء؟ لا يلا خفيها شوي. يلا على فكرة يا زكي، الشاب اللي كان معي بالمطعم هذا ابن أخي خالد. كذب.
بس انت ما تذكرته لانه كان صغير كثير. جيت لعندك فيها عيطتي علي وبهدلتيني وقلعتيني ولنسيتي لأنك بدل ما تصالحني اتهمتني بالباطل. انتي ما تتعبرني بشي. الله يقلك رحت من يومين جبت حاتم. بدنا نعمل له زفه متعاده ولا هو علاقات. خايف؟ لا ماما الخوف مو هيك عندي انا بس الخوف انا عندي بيجي فجاه. لا تبحثي عنا، حياتنا معا انتهت منذ زمان بعيد. بالنسبة لأمين سأخذه وسنسافر إلى أستراليا. الأفضل له أن يعيش في أستراليا عن الحياة في هذا البلد. أنا لا شو ها؟ تفضل يا جماعة. والله ما مستاهل يعمل معك، والله ما مستاهل.
الله. لا ما معقولة، شو العمل اللي عملها مبارك؟ شي بحط العالم بالكيف؟ يا حرام، يعني عن جد الله يعينها دلعها. طيب وين عريس؟ لا لا، وعد لي انه انا امراه محترمه، في الف واحد بيتمناني، هذا الكلام ما بيهمني. خبرية مهمة، على الأقل بالنسبة لإلي. العرس التغى. شو؟ نامت، بين حدا؟ لسه. طالما قررنا نحكي بصراحة، فلازم أحكي لك القصة من أولها. يعني في قصة؟ بشرفني ابدا اني احكيها، بس صار لازم اني احكيها. انا جاهزه اسمع. القصه ما رح تعجبك. معلش احكي. ارتفعت حرارتي بالشغل، صار يجيني برديه، فحسيت حالي ما رح اقدر اكمل، اتخذت اجازه ورجعت على البيت. بس لما وصلت على مدخل البناية بدي انزل لتحت، فجأة شفت شخص طالع، طلعت فيه ما عرفته، ما بعرف ليش بدل ما انزل على البيت لتحت طلعت على الدرج على الطابق الأول، واستنيته لحتى طلع من البناية. من غير ما أعرف ليش أو شو صار، بدل ما أرجع على البيت
حملت حالي وطلعت. صرت امشي بهالشوارع بالليل. بيكون غلطة؟ لا تقاطعيني. ما في حدا كان ساكن بالابو غير انا وياكي. هي الشقة التانية كانت فاضية. يعني ما في حدا يطلع من عنده غير بيتنا. فالشك دخل لقلبي. بدل ما انزل واجهك، ما بعرف ليش خفت اني واجهك. صرت راقب البيت. ضليت ثلاث ايام عم راقب البيت، وبالثلاث ايام شفته طالع من هون، وما في حدا تحت غيرك انت. ورحت باليوم الثالث على القصر العدلي وطلقتني. شي طبيعي اني اعمل هيك. بس انا ما خنتك، بشو احلف لك؟ بعرف انك ما خنتيني، بعرف، بعرف انك ما خنتيني، لا تحلفي. بعرف انك ما خنتيني. لانه بعد ما تركت البيت بشي اسبوعين، يوم الايام كنت طالع من البيت ورايح. مرحبا جار. هلي. انا جاركم هون، اسمي هيثم. اهلين وسهلين، وانا اسمي علاء. يعني انت حضرتك ساكن هون؟ ايه والله من شي شهر. صار لي اكثر من مره عم حاول دق عليك، بس ما بعرف يمكن انحرجت. ما صدفت ولا مرة شفتك هيك مشان اتعرف عليك. بس على كل حال، أنا أساساً عايش بكندا، صار لي 20 سنة. حبيت أشتري هالبيت مشان أجي أقضي إجازاتي فيه. وحبيت هيك أتغلظ عليك، وبكي تاخذ مني رقم تليفون بيت أهلي، مشان إذا صار شي للبيت تبقى تدق لهم، وبكون ممنونك. كانت غلطة فظيعة. خجلت إني شكيت فيك. خجلت أكثر. اني اتراجع. خفت اصوت بعينك وما ترضي ترجعي لي. بعدين مشي الحال. صرت اتعايش مع غلطتي وتأنيب الضمير. صرت ادور على اي عيوب فيكي، على اي شيء يخليني اكرهك وانساكي. لاني كنت خايف واجهك. لما كبر نادر صرت خايف واجهه له. شبان، ضيعت عمري وعمرك لانك خايف. ما رح اسامحك ابدا. أكيد هو. ما تخافي أنت، قومي قومي افتحي بس. أنا؟ إيه ماشي، ما تخافي. لازم أنت تفتحي مشان بدي أنا يفوت لجوا لهون على البيت. يلا يلا قومي. يلا معلش يلا يلا. يلا يلا. Thank you.
شو؟ مين بستأجر لك هذا البيت؟ بخيل. هذا البيت، هذا البيت بيتي يا استاذ الي، هذا الي وهي خطيب، هي البنت خطيبتي. وطالما انك خاطبه شو مناسبه هالعزيمه؟ نحن استاذ يا استاذ، نحن في موضوع لازم نحله. نحله. موضوع بيني وبينك؟ ايه. موضوع شو؟ شلون يعني؟ شلون يعني؟ شلون يعني موضوع شو يعني؟ يعني بدك تعمل حالك انه ما بتعرف يعني؟ الموضوع تبع المسدس هو موضوع اسعد ورشا. اه شو الظاهر ما كفوا المصاري؟ لا 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 كثير. ما بتستاهل اكثر من هيك. ايه ايه لا لا تبعت ورا حدا، لا تبعت ورا حدا. الموضوع بيخصني بس بيني، بيخصني انا وياك ورشا كمان. هو دون التليفون هات. بعد ايدك. وانت بعد ايدي، ما راح بعد ايدي. لانه ما فيك تعمل شيء انت اذا تقيت من رفقاتك. خلاص بلاك. شو؟ شايفك مايس. ايه انا مايس، مايس انا. لك انا ماني فهمان شو المشكلة، لك اعطيتك مصاري بعشر سنين ما بتحلمي فيهم انت واهلي. لا بدك تعمل هيك مصبعتك، شو بدك تشتغل بالمصاري هي ولا؟ Thank you.
شوية دم شوية دم شوية دم شوية دم ¡Gracias!